الله يجزيكم بها. حنا بهذا المنبر بنوجه الرساله لسيدنا على حساب هاد الناس ديال شعبات الرمله ديال امزميت كلهم الناس الدوائر كلهم، راه حنا مضرورين. راه اول ليله ديال الشتاء راه عاشوا الناس هنايا الجحيم، راه الناس ما نعشوش، والناس هنا راه الله يحسن له، هو كاين اللي ناعس بولادو عنده دراري صغار حتى دخل عليه الماء. بينا حنا نعرفوا واش حنايا عايشين ولا ما عايشين، واش حنا كاينين دوله محسوبه على المغرب ولا لا. راه مزميز راه واخا كيسمعوا الناس بانها مزميز مزميز، راه كيجيو كيقولوا لك بانها مزميز، راه ما داير في علتر الدخله ديال مزميز. اللي جا لامزميز كيشوف الدخله كيقول هاد الناس راه لا باس عليهم، ما خاصهم والو، راه خاصهم الناس يجيو يدوروا على الدوائر، يجيو للحومات باش يشوفوا الناس، يشوفوا الاحياء. ماشي انه الواحد اللي جا كيشوف امزميز امزميز راه ما خاصو والو، راه الناس ديال مزميز راه حنا مكرفسين، راه الدراري الصغار مكرفسين، راه الناس كاين اللي مريض. كاينه 126 ساكنه هنايا، واش في المخيم ديالنا ديال ثلاث نيكيتي، واش حنا نتسناو المحسنين تيجيبوا لنا الدعم ديال هنا؟ واش حنا نتسناو المحسنين اللي داز نتخاصموا عليه باش نتفاتنوا باش حتى واحد يكون على خاطره؟ واش هذه شي راه حشومه؟ والناس اخو الله يرحم ليك الوالدين، ناض الصراع بين الناس ديال سميتو ديال لي طونت، ناض الصراع بيناتهم على حساب الماء، كاع الناس مكرفسين الصراحة لله. واول يوم هذا اليوم بدات الشتاء، علم الله الا ضربنا واحد السيمانه واحد الشهر كي غادي نوليو كي غادي نوليو عباد الله. وتنشوفوا حنا المساعدات ديال المغرب كتمشي لاي جهه وحنا ما تنستافدوا من حتى حاجه. يلا وبين عافاكم الله يرحم الوالدين، الملك الله ينصرو دار لينا التاويل، خرج 2500 درهم باش يديروا الناس الحلول لهاد المصيبه اللي طرات دروكا، وما شفنا حتى حاجه وتيعجلوا لا هذا لا طاحت ليه الدار. الديور الناس فاش جاو المسؤولين قالوا لك بيحسوا الديور، ما قالولوش بيحسوا الناس اللي باش يدوا 2500 درهم. راه كاينه دار الله يحسن العوان فيها جوج اسر، جوج اسر راه بجوج متضررين، ماشي انه يتسناو مول الدار يستافد والناس ولا مول الدار ماتوا خلا ولادو واحد لتحت واحد الفوق. شكون اللي باغي يطمح لهذا الشيء؟ واش حنا نمشيو نسعاو؟ راه حتى حنا عايشين وكنتمنى راه الدراري كاع الصغار، كنهضر بصفه عامه على هاد الناس اللي هنايا، ماشي كنهضر على راسي. انا الله يجزيك بخير، باش نحبسوا الماء؟ واش هذا ظلم؟ واش الظلم هذا؟ واش حنا الناس الله يحسن العوان مكرفسين، الدراري الصغار داخلين عليك بالله، الدراري الصغار ما يبقى فيك الدراري ما قارين ما قارين ما واكلين ما عرفناش باقي واش كاينين في وسط النهار ولا الصباح ولا في العشيه. واش الدري خارج حالته حالها؟ الله يحسن العوان راه تلفت الدراري الصغار باش تشوف الدراري. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. اقسم لك بالله العلي العظيم إلا كيقول لي راسي غنتحر. عاش الملك، أنا راني تكرفسنا سيدي تكرفسنا تكرفسنا سيدي والله إلا تكرفسنا تعذبنا. الله يجزيكم بخير، الله يطول العمر لملكنا. إلا باش نصوبوا لينا غير ديورنا، ما بغينا ماكلة، ما بغينا شراب، ما بغينا ناكلوا ولا نشربوا. ها الحال سيدي ربي، إلا ما صوبوا لينا غير فين نموتوا. الله يرحم لكم الوالدين، ما بغينا حتى حاجة، بغينا غير ديورنا يتصوبوا، ندخلوا نشربوا فيهم غير ما تنموتوا. هاد الصباح دخل علينا الماء الخيمة ونعسنا في الماء وتكرفسنا. الله يرحم لكم الوالدين. وعايش الملك، يعيش ملكنا، يعيش محمد السادس، يعيش ملكنا، الله يطول لنا عمره، الله يطول لنا عمره، يعيش سيدي محمد، تعيش الأسرة العلوية، يعيش لنا مخزننا، يعيش الدرك الملكي، وعايش الملك، والله يجزيكم بخير، ويعيشوا حتى مسؤولين، يعيشوا حتى مسؤولين، وها العار سيدي ربي، عار الله وقفنا لكم اليوم الجمعة، إلى ما شافوا من حالنا وحال هاد الصبيان.
اللي مساكن دا عليهم عام وما قراو ما شافوه. ها العرس سيدي ربك فلانيكم عار الله وبركة النبي رسول الله، إلا ما شافوا من حالنا وجاوبوا لينا غير السكن ديالنا، ما بينا والو، بغينا غير ندخلوا لخيمة دارنا. هاد الخيمات العاد لينا حنا في الراس ديال الله ليلة وحدة، جات الشتا تكرفسنا. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يطول لينا عمرنا لملكنا ومسؤولين. الله يرحم والديكم وعايش الملك وعايش الملك، والله يطول لينا عمركم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.